يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يستدل بحديث الأعمى على جواز التوسل بجاه أهل الفضل إلى الله حال الدعاء، لقوله في الحديث المذكور: أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة أن ترد إلي بصري، فرد الله إليه بصره، فكيف الرد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالدعاء ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. معنى قولها أتوجه بنبيك يعني بدعائه، توجهوا بدعائه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالدعاء ودعا له صلى الله عليه وسلم. وهذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحضوره، في حياته وحضوره سبق لنا أنه يجوز أنك تطلب من الحي الحاضر دعاء أو مال أو غير ذلك، إنما الكلام في بعد موته صلى الله عليه وسلم، فلا يتوجه بالرسول بعد موته أو يتوسل به بعد موته، هذا لا يجوز. فالقصة مع الأعمى هذه في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحضوره، والمقصود بالتوجه طلب الدعاء، لأن الأعمى قال له ادعو الله أن يرد علي بصري. نعم.